حكم من أخرج رز مقلدا بذلك رغم أن أجاز إخراج نصف صاع من لا الأرز. يجوز، ما فيش احد اجاز نصف صاع من الرز في كفارة اليمين، اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين في كفارة اليمين ولا في اطعام المساكين في حاجة تانية؟ انتبه. في كفارة اليمين. لا، ما طب طلع لنا الفتوى كده، لان الله قال من اوسط ما تطعمون اهليكم. قيل في الاوسط قولان، الاوسط الطعام المتوسط والاوسط الافضل. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحوا. الشيخ ابن عثيمين حبيبي كلام الله بين يديك ولا يجزئك الرز، انت تاكل رز يوميا فقط؟ لا انا بسأل، بس انا طب ما انا بجاوبك، هم اللي بجاوبك بالايه، انت لا ترضى بالايه، يعني انت لست الايه من اوسط ما تطعمون اهليكم. هل هو اوسط ما تطعم اهلك الرز؟ هو ماشي، هو في تفسير الآية بعض خلاص يا حبيبي العلماء. اللي عندنا قلت، ما دام انت عندك بعض العلماء خليك مع بعض العلماء، ليه تسالني؟ بس يا شيخنا انا مش بجادل، انا بسأل بس. ما انا قلت لك لا يجزئ ان تخرج رزا وانت تاكل رزا وسمكا. جزاكم الله خير. واياكم، سلام عليكم.